أحداث شغب وتشابك بالأيدي عقب مباراة نادي أربيل والشرطة في الدور العراقي لكرة القدم انتهت بدفع لاعب عراقي لمدرب سوري وإسقاطه أرضاً. كان لاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم والمدرب السوري سائد سويدان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو هذا. تصرف غير مقبول قررت على إثره لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم حرمان لاعب فريق الشرطة عبد الرزاق قاسم من اللعب مبارتين مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 دولار، وذلك لتجاوزه على المدرب المساعد لفريق أربيل. لكن الجدل على السوشيال ميديا كان أكبر على القرار الذي اعتبره كثيرون غير منصف، فكتب هذا التعليق: لجنة الانضباط يريد لها عقوبة وانضباط بسبب هذا القرار، وهكذا عقوبة، فقط مبارتين على هكذا تصرف، المفروض يوقف اللاعب أقل شيء حتى نهاية الموسم وغرامة مالية كبيرة ليكون عبرة للآخرين لأنه في مقتبل العمر، لأن هكذا بداية هي نهاية فاشلة قريبة له ولأمثاله. آخرون قالوا إن الرياضة أخلاق قبل أن تكون أي شيء، العقوبة ستكون عادلة إن كان اللاعب الشاب ضرب لاعبا في سنه وليس مساعد مدرب أكبر من في السن. فعلق أحمد وقال: يستحق عقوبة أكثر صراحة، لأن التجاوز على رجل بمثابة والده وهذا شيء لا يمت للأخلاق بشيء للأسف، عقوبة قاسية له تجعله عبرة لكل اللاعبين. وصل الأمر بالبعض لاعتبار أن العقوبة التي يستحقها اللاعب بتصرفه هذا هي الطرد النهائي من لعبة كرة القدم. قال لطفي: كان لابد من منعه نهائيا من ممارسة لعبة كرة القدم، إيقاف لمقابلتين مع غرامة تدفع للاتحادية، فأين حق المتضرر المعتدى عليه؟ الأرجح أن المسكين سيعتزل التدريب ويترك الملاعب لمثل هذا الشخص المارق والجانح وأمثاله. بئس القرار قراركم، وبئس الاتحاد اتحادكم. هذه التعليقات دفعت آخرين للدفاع عن اللاعب الشاب وعدم القسوة عليه، مبررين تصرفه بأسباب عديدة قد يكون من بينها استفزاز المدرب له، أو أن العنف في الملاعب موجود حتى في الكرة العالمية. نقرأ هذا التعليق: مو دفاعا عن تصرف اللاعب عبد الرزاق قاسم، بس جماعتنا بس ناقصها تقول المفروض ينحكم اعدام عليه على هذا التصرف، وزيدان افضل لاعب بالعالم وافضل مدرب بالعالم، سوى اقوى من يلي سواه عبد الرزاق قاسم. شاركونا بآرائكم، هل تعتبرون العقوبة في حق اللاعب العراقي الشاب منصفة ورادعة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا؟